السلام عليكم. قال مدير الثقافة والفنون في ولاية الصيف وليد بامبريك أن الشاب الذي حطم تمثال عين الفوارة قد تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة، مشيرا إلى أنه تعرض لتخريب جزئي على منطقتين من المعلم الأثري وهي مجرد خدوش. كما ذكر المتحدث أن عمليات ترميم تمثال عين الفوارة في الصيف ستنطلق اليوم السبت بأوامر من وزيرة الثقافة، مشيرا إلى أن محطم المعلم الأثري تم توقيفه وسيقدم اليوم أمام محكمة الصيف. وعن محطم التمثال، كشف ابن عمه في تصريحات تلفزيونية أن قريبه يعاني من ضغوطات نفسية وعائلية بسبب مرض والدته وسجن أخيه، طالبا من السلطات أن تخفف عليه العقوبة.